مع أسعار الدولار اليوم، فسجل في البنك المركزي المصري 29.77 جنيه قرش للشراء و 29.87 جنيه قرشا للبيع. فسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر 29.69 جنيه قرشا للشراء و 29.79 جنيه قرشا للبيع. على المستوى العالمي فقد سجلت أسعار الدولار مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 9 شهور، ووفقاً لمؤشر الدولار الرئيسي DXY والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. وتراجع الدولار بحسب المؤشر أمام باقي العملات إلى 101.66 نقطة بعدما كان 105.6 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب وول ستريت جورنال. أما عن أسعار الذهب محليا فتراجعت الأسعار مقارنة بأعلى مستوى لها يوم الأربعاء 11 يناير، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24.2034 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21.780 جنيها للشراء. أما سعر الجرام عيار 18 فسجل 1526 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 14 1187 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 14240 جنيها. وعلى المستوى العالمي شهدت العقود الفورية استقرارا لتسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31 جرام اليوم حوالي 1928 دولارا، بعدما سجلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.